شكرا معلقنا الكابتن سيد صابر. اذا انتهت المباراه بتقدم النادي الاهلي او فوز النادي الاهلي 79-70 في مباراه يمكن تساعدها النادي الاهلي منذ البدايه للنهايه، ولكن شهدت اغلب اوقات المباراه كلوز جيم، يعني المباراه كانت قريبه جدا، يمكن النادي الاهلي فرق في اخر 5 دقائق. الف مبروك النادي الاهلي، كان يوم اهلاوي سعيد النهارده. الطايره رجال وسيدات يفوزوا على هليوبلس 3-0، اليد يفوز على الطيران 30-7، النهارده كمان السله بتفوز على سبورتنج 79-70. اذا يوم اهلاوي جديد سعيد على النادي كله. كابتن سلاوي، راي حضرتك في المباراه؟ عايزين نقول مبروك النادي الاهلي وهارد لك نادي سبورتنج، اديته جيم كويس في حدود الامكانيات المتاحه بالنسبه لكم. لكن مباراة بالنسبة للنادي الأهلي أو بالنسبة لي أنا شخصيا مباراة جيدة وليس ممتازة، يعني لأن لا المباراة تسيدها الأهلي منذ البداية للنهاية، لكن اللي حصل إن فرقة الأهلي لعبت آخر 5 دقايق بالروح اللي لعبت فيها في بداية الجيم، بدأوا يفنشوا كويس، بدأوا لما حسوا بالخطر، لما حس بالخطر فبدأ يؤدي بالدفاع جيد جدا. في اكتر من لعيب النهارده، سيف سمير كان في احسن حالاته النهارده، وهاب امين نفس الكلام، والجمال كان هايل. الجمال، ما انا لسه بقول الجمال عودته عودا، يعني بصراحه لما انا بشوف الجمال بحس بالارتياح. لعيب له تقله له وزنه، ولما بيعود بتحس ان الفرقه في حته ثانيه بصراحه. كان في سنة الناس المصابة ترجع، لكن ظروف المباراة طبعا واحدة ظروف المباراة ما سمحتش. مبروك للنادي، بس لازم برضو عملية إعادة حسابات في بعض المواقف. تمام. طيب يعني بما ان حضرتك اتكلمت عن سيف سمير، زي ما يكون كريم احمد او زملائي في ارض الملعب سمعنا زميلنا كريم احمد من ارض الملعب، ولقاء سلا حامد زميلتنا سلا حامد من ارض الملعب، ولقاء مع سيف سمير. اتفضل يا سلا. نيو لوك كويس كمان. برحب بك يا كابتن هيثم، وبرحب طبعا بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. خليني ابارك لك يا كابتن هيثم، وطبعا ابارك لكل ضيوفك الكرام وكل جماهير النادي الاهلي. يمكن معي في هذه اللحظات واحد من نجوم مباراه اليوم، الكابتن سيف سمير. كابتن سيف طبعا برحب بك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، ومبروك ان مباراه اليوم، ويعني اداء النهارده طبعا متميز، اداء عالي منك ومن جميع لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم. الحمد لله النهارده كان شكلنا كويس. النهارده انا كنا مركزين، يعني مركزين من الدور الثاني كله تقريبا، احنا متفقين ان شاء الله ان يعني يبقى 7-7 زي يعني ماتشات نعوض اللي احنا عملناه يعني في الدور الاولاني. فربنا كرمنا بالنهارده، ولسه بقى خطوه الاتحاد باذن الله. كابتن سيف، يمكن شفنا في الكوارتر الاولاني اداء لاعبي النادي الاهلي كان اداء قوي، اداء متميز، ولكن اداء تراجع شويه في الكوارتر الثاني والكوارتر الثالث، ولكن قدرتوا ان انتوا تحسموا اللقاء لصالحكم. دي حقيقه، احنا في الكوارتر الاولاني يمكن الناس الكابتن هيثم وكابتن اسلام يفهموا، يعني احنا في الاول كنا بنجري كتير، جرينا تقريبا الشوط الاولاني كله كنا بنجري، حتى جايبين 28 بوند كله ران. فيمكن الشوط الثاني الاداء هدي شويه، تعبنا شويه، بس رجعنا استعدنا تاني قوتنا وبس، وعدينا تاني يعني. بس نقدر نقول مع رجوع المصابين حاله الفريق الى حد ما يعني طبعا مستقره، يمكن فوزكم النهارده على نادي سبورتنج حافز طبعا كبير ليكم قبل مباراه الاتحاد السكندري، وهي المباراه الاخيره في الدور الثاني من بطوله الدوري. ان شاء الله، يعني ماتش النهارده كان مهم كمان، لان احنا احتمال كبير نلعبهم في دور الثمانيه، فحاجه مهمه ان احنا نفسيا يعني نبقى عاليين، لان هم كسبونا في الدور الاولاني. ماتش الاتحاد برده من ماتش مهم برده، لان احنا يعني ان شاء الله نعدي الدور الثمانيه، وهن احتمال كبير نقابل الاتحاد برده في دور الاربعه. فالماتشات دي كلها تحصيل حاصل، بس هي مهمه، يعني مهمه نفسيا لينا. احنا بدانا نعلى، بدأنا نستعيد ثقتنا في نفسنا، حتى يعني تقريبا كل الفريق بقى بدأ يعني يرجع لمستواه شوية، بس وربنا يسهل بقى في اللي جاي بإذن الله. ميرسي كده يا كابتن سيف، وبالتوفيق دايما إن شاء الله. شكرا شكرا. يمكن ده يا كابتن هيثم كان لقائنا مع واحد من نجوم مباراة اليوم، كابتن سيف سمير، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. سلا حامد مراسلتنا من أرض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نروح لكريم أحمد مراسلنا من أرض الملعب، ولقاء مع الكابتن عمرو الجندي. اتفضل يا كريم.
بجد تحيي لك من جديد يا كابتن هيثم السعيد بكل كابتن الكبار طبعا جمهور النادي الاهلي في كل مكان. مبروك فوز مهم جدا امام فريق سبورتنج واحد من الفرق المميزه جدا، لكن هنتكلم في كل الامور دي الفنيات والنتيجه مع كابتننا طبعا الكبير واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن عمرو الجدي. ببارك لك كابتن عمرو، تحدي كبير ويمكن الفتره اللي فاتت كان في صعوبات بتقابل فريق النادي الاهلي، لكن الحقيقه من الجوله الثانيه ماشيين بخطه ثابته بشكل كبير جدا، واضح الشغل الكبير من الجهاز الفني وواضح التركيز منكم بشكل عام يا كابتن عمرو. اول حاجه الله يبارك فيك، الحمد لله ماشيين كويس. الدور الثاني 6-6، كان عندنا صعوبات في الدور الاولاني يعني غيابات، وحتى اللي كانوا بيلعبوا كله كان راجع من اصابه فمش في الفورمه بتاعته. ابتدينا واحده واحده اهو نرجع ومصابين هيرجعوا النهارده. اكبر ما كسبنا عوده الجمال ومحمد مصطفى ظهر بشكل كويس بعد اصابه كده، مش بقينا غير احمد سلعاوي وهو ما شاء الله راجع فورمته كويسه. ابتدي ان شاء الله الفتره الجايه ياخد تدريجي ونبقى ان شاء الله كاملين ومستعدين لمرحله البلاي اوفس وهي المرحله المهمه يعني ان شاء الله. بنشوف روح كبيره جدا من كابتن عمرو الجدي تحديدا في الملعب، ويمكن الروح دي بتنعكس على اللعيبه وبتنعكس على الجمهور، واضح قيمه النادي الاهلي وعارف قيمه شيرت النادي الاهلي. الروح دي في الملعب بتمثلك ايه وتمثل اللعيبه بشكل عام؟ طبعا هو اهم حاجه يعني الحماس والروح، ان الفرقه كلها تبقى على قلب رجل واحد، مش انا بس، في ناس كتير حماسيه جدا، ايهاب والكباتن الفريق جمال ومود الجرحي، الحاجات دي بتساعد. احنا بنلعب من غير جمهور فلازم محتاجين يكون في حماس كبير من الفرقه ومن البنش عشان يكون هم دول اللي بيأزروك لو لعيب غلط او كده، اللي يكون الناس كلها في ظهره تحاول تفوقه عشان نقدر ننزل كلنا بشكل كويس. انا عارف ان خلاص النادي الاهلي متعود المباراه بتنتهي بيركز على طول في القادم، عندنا مباراه مهمه جدا امام الاتحاد السكندري في صاله الاتحاد، شايف المباراه ازاي فنيا كابتن اشرف وانتوا هتستعدوا للمباراه ازاي؟ طبعا الاتحاد فريق كبير وهو دلوقتي متصدر، هو ماتش كبير واحنا خلاص يعني في طريقنا في السيمي فاينل، فاحنا لازم هنحضر الماتش كل ما كابتن اشرف بيحضر كل ماتش في التمرين اللي قبليه بيبقى ليه استراتيجيات في الهجوم وفي الدفاع على حسب المنافس. هنتمرن اكيد اليومين الجايين ونشوف الاستراتيجيه المناسبه للمواجهه دي، وهي تقريبا خلاص بتفرق في المراكز بس هي مهمه نفسيا للفتره الجايه عشان بقيه الدوري يعني ان شاء الله. شكرا ليكم وبنشكر قناه النادي الاهلي على طول معانا. شكرا حبيبي. بنشكر اكيد كابتن الكبير كابتن عمرو الجندي، ومعايا بقى واحد من النجوم اللي بنقول له الحمد لله على السلامه طبعا احمد سلعاوي طبعا اللي بنتمنى له ان شاء الله باذن الله يرجع من جديد بكل قوه، واحد من العناصر الاساسيه في النادي الاهلي والركائز الاساسيه، والحقيقه الفتره اللي فاتت قطع شوط كبير جدا يا كابتن هيثم في التاهيل وفي العلاج الطبيعي. بهنيك على اصرارك وروحك الكبيره الفتره اللي فاتت، يعني كانت صعبه شويه على احمد الفتره اللي فاتت بالنسبه للاصابات وكده، لكن شايف الجيم النهارده ازاي وشايف المباراه ازاي وشايف عودتك من الاصابه ازاي قبل اي حاجه؟ الحمد لله رب العالمين. عايز بس اسلم على كابتن هيثم، يعني كابتن هيثم انا كان ليا الشرف ان انا لعبت مع كابتن هيثم السعيد، اسلم على ضيوفه كابتن طاهر رجب وكابتن سرعاوي. الحمد لله رب العالمين، قطعت شوط طويل جدا في فتره الاصابه، بعد كده يعني انا كنت متواجد من بعد ماتش السوبر، بعد كده لا كنت موجود في السكور، بعد كده حصل لي يعني بعد فتره توقف وجالي فيروس كورونا، بعد كده الحمد لله رجعت تاني، الحمد لله دلوقتي كويس. الحمد لله يعني متطلع ان شاء الله ان انا الفتره الجايه اكون عامل مساعد يعني للفرقه ان شاء الله، وارجع يعني على مستوى واحده واحده ان شاء الله. الجيم النهارده بتشوفه ازاي؟ يعني على ما اعتقد ان الجيم النهارده ما كانش فيه متعه بالنسبه للباسكت يا كابتن احمد، يعني شايف الجيم النهارده ازاي وانت خارج الخطوط؟ انت عارف خارج الخطوط برضه بتبقى رؤيتك اكبر مع الجهاز الفني. طبعا من غير جمهور احنا بنلعب، يعني من غير جمهور ما فيش اي حد، ما فيش اعضاء حتى، ما فيش غير مجلس الاداره بس والنشاط الرياضي، فطبعا الرياضه من غير جمهور ما لهاش طعم يعني. يعني نفسنا طبعا ان الجمهور يرجع، بس طبعا على حسب ضوابط الاتحاد ان شاء الله واحده واحده الدنيا ترجع. احنا مركزين لماتش الاتحاد السكندري بعيدا عن اي حسابات، بعيدا عن الترتيب، مركزين للماتش ده جدا. عندنا بعد ماتش الاتحاد عندنا ماتش مهم جدا يوم السبت في دور الثمانيه في الكاس مع اصحاب الجد في اسكندريه، مركزين ليه كويس جدا لغايه بقى بعد فتره التوقف بعد رمضان ان شاء الله. عايز ارجع معاك للاصابه ثانيه وعودتك ليه النهارده، يعني الدور في تحفظ شويه يعني داخل شويه بالنسبه للجيم في تحفظ شويه على المشاركه، ولا احمد خلاص ابتدى يخش في الجماعه بكل قوه؟ لا الحمد لله انا بتمرن مع الفرقه من بعد ما شفت الحمد لله من فيروس كورونا، بقى لي 3 4 ايام وجاهز وموجود في السكور مع الفرقه. بشكر طبعا يعني مجلس الاداره بتاع النادي الاهلي كله، مجلس اداره النادي الاهلي بنقوم كابتن الخطيب ومع الوزير العامري فاروق، كلها جميع اعضاء مجلس الاداره على دعمهم النهارده، كانوا حريصين ان هم يعني بعد الجيم ان هم جم يتكلموا معايا، واحنا منتظرينك واحنا مستنيينك واحنا عايزينك، وان شاء الله الفتره اللي جايه، وبيطمنوا على طول على مدار الفتره اللي فاتت كلها، مش بس يعني اما تعبت ساعه فيروس الكورونا او من الناس اتكلمتني، لا لا على مدار
يعني السنه وثلاث شهور او اربع شهور دي كلها الناس على طول معايا، كل ما بروح للدكتور احمد عبد العزيز بيسالوه هو وبيكلموه على طول، على اتصال معايا على طول. بشكر كابتن رؤوف عبد القادر على تعبه معايا الفتره اللي فاتت وعلى طول كان في ظهري. بشكر كل زمايل اللعيبه طبعا والجهاز الفني يعني. اشكرك الف مبروك كابتن احمد. حبيبك حبيب الله يسلم. بناكد اكيد طبعا نقول الحمد لله على السلامه لواحد من نجوم النادي الاهلي كابتن احمد سلعوي. يا رب ان شاء الله يطمنا على كل لعيبه النادي الاهلي، ما يبقاش في اصابات يا كابتن اسلام، ما يبقاش في اي حاجه تعوق مسيره النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. واخد من كلام محمد الحقيقه يعني بنتمنى يكون في حتى لو عدد قليل من الجمهور متواجد في المدرجات لعبه الباسكت او اي لعبه في الصاله المغطاه تحديدا في مقر النادي الاهلي الجزيره. الجمهور بيفرق بشكل كبير جدا، لكن احنا بنحترم اكيد كل القرارات الخاصه بها الدوله وايضا كمان الاتحاد المصري لكره السله، لكن بنامل ان شاء الله المرحله القادمه نشوف عدد بسيط من الجماهير في كل مباراه بطوله كره السله. ببارك من جديد يا كابتن عيسى لكل نجوم النادي الاهلي، وعندنا بقى تحدي جديد ان شاء الله بعد كام يوم بساط جدا وهي مباراه الاتحاد السكندري. ان شاء الله كابتن اشرف توفيق يعد اللعيبه بشكل كبير ولاعيبتنا كمان كالعاده ان شاء الله تكون على قدر المسؤوليه، ونقدر ان احنا نحط بقى ترتيب كويس جدا للنادي الاهلي ان شاء الله في هذا الموسم. عاود لك من جديد والكابتن هيثم السعيد. كريم احمد زميلنا من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا. اسلام يمكن اجي لك الاول يعني نعلق على اللقاءات، يمكن برضو احمد عوده احمد السلعاوي هتبقى اضافه كبيره للفريق. طبعا طبعا مفيش كلام. احمد سلعوي لعيب من اللعيبه اللي يعتبر مفتاح لعب في الفرقه، زائد انه تغيير اليكس يانج او بيلعب في نفس مركز اليكس يانج، فيقدر الجيم يتوزع على الاثنين، ما يبقاش اليكس يانج بيلعب ل 40 دقيقه مستهلك فنيا وبدنيا وبيتاثر على النواحي الدفاعيه. هم المحترفين عموما ما بيدافعوش، فلما كمان اديله فوق 30 35 دقيقه فمش هيدافع، لكن لما وزع الجيم على الاثنين لا يقدر يلعب مثلا 10 15 دقيقه فول باور اوفنس وديفنس، ويطلع وينزل السلعوي يلعب السلعوي ونفس هو يعني. ممكن يكون اليكس مميز شويه عن السلعوي في الثري بوينت شوت، انما السلعوي اسرع منه بيحط فاست بريك ويقدر يمسك اطول من وبيقدر يعني يدافع على الطوال وبيعمل بلوكات وريباوند اكتر من اليكس يانج. فمفتاح لعب احنا اشتغلنا لما كنا ماسكين الفرقه كان احمد السلعوي كان من نجوم الفرقه وكان مفاتيح لعب، بيعرف يلعب واحد على واحد باي طويل. وكمان احمد سلعوي اتكلم عن حته الجمهور يعني برضو الباسكت. بص حته الجمهور دي انا طول عمري يعني بتكلم فيها، ولان انا عمري كله بلعب في جمهور. يعني ايه باسكت؟ يعني ايه باسكت؟ يعني ايه رياضه من غير جمهور؟ بس خلي بالك برضو يا كابتن، يعني هي يعني انت عندك تو فاكتورز بيتحكموا في الموضوع ده، موضوع كورونا ويعني برضو مواضيع تانية اللي هي عدم جاهزيه الملاعب انها تبقى لسه. بس خليني قبل ما اخد رد حضرتك هنروح لطبعا سلا حامد زميلتنا من ارض الملعب ولقاء مع الكوتش وائل بدر مدرب نادي سبورتنج ومدير فني نادي سبورتنج. اتفضل يا سلا. من جديد برحب بك يا كابتن هيثم وبرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه نادي الاهلي في كل مكان. يمكن معايا دلوقتي في هذه اللحظات واحد من نجوم كره السله في مصر الكابتن وائل بدر مدير الفني نادي سبورتنج. طبعا برحب بحضرتك في البدايه على شاشه قناه نادي الاهلي وهارت لوك طبعا لمباراه اليوم. اهلا وسهلا بحضرتك وبرحب بكابتن هيثم السعيد، كابتن اسلام علي، كابتن سلعاوي. الحمد لله مبروك نادي الاهلي، هارت لوك نادي سبورتنج. كابتن وائل يمكن شفنا من مباراه اليوم اداء لاعبي نادي سبورتنج، الاداء المتميز والاداء القوي اللي شفناه منهم دليل على الاستعدادات والتحضيرات القويه طبعا تحت قياده حضرتك في التدريبات الجماعيه لمباراه النادي الاهلي. الحمد لله الحمد لله، يعني من اول السيزون الحمد لله اللعيبه شغاله بشكل كويس، بنتعب بنجتهد نحاول نرجع اسم النادي تاني وكان النادي تاني. الفتره اللي فاتت نادي سبورتنج نادي كبير، الفتره اللي فاتت كان لعبت في نادي ده 3 سنين لعبت فيه 9 بطولات كسبان 7 من 9، والناس اللي بعديها كمان كسبوا، كل الفرقه دي كسبانه بطولات كتير قبل كده. فبحاول ارجع كيان النادي تاني، بحاول ارجع الفرقه تاني يبقى ليها شراسه تبقى موجوده وسط الكبار. بشكر لعيبتي جدا النهارده، مش النهارده بس طول الموسم، الناس مقديه بشكل كويس جدا، روح عاليه اداء عالي. بشكرهم كمان على الحاله الدفاعيه اللي هم فيها، حضرتك زي كمان كباتن الكبار في الاستوديو عارفين لما بتلعبي من غير محترف وبتلعبي بولاد صغيرين تحت 20 سنه، النهارده سليم العيسوي ده لعيب تحت 20 سنه اول سنه 20 لسه ما كملش 19 سنه، يوسف رفعت لعيب تحت 20 سنه، كان معايا عمر بهاء كمان لعيب تحت 20 سنه، كل يعني بحاول اعمل جيل جديد لنادي سبورتنج بالاضافه للعناصر الكبيره اللي موجوده سواء اعمار سنيه متوسطه او اعمار سنيه كبيره. بشكر جدا لعيبتي، مش النهارده بس زي ما قلت لك، على كل الفتره اللي فاتت بنتعب وبنجتهد بنحاول نشتغل بشكل كويس، والحمد لله ربنا كرمنا السنه دي
بفضل الله بفضل الله يعني ماخدين ثالث مرتبط الحمد لله، ودلوقتي ماشيين خامس ورا النادي الاهلي، وكمان عندنا دور الثمانيه في كاس مصر. فالحمد لله رب العالمين، راضي جدا عن اللعيبه وراضي جدا عن روحهم وادائهم. كابتن وائل، يمكن كابتن هيثم دلوقتي في الاستوديو وكل ضيوفه الكباتن طبعا موجودين معاه في الاستوديو، يمكن بيهنوك على او بيحيوك على مباراه اليوم طبعا لاداء لاعبي نادي سبورتنج. يمكن كنتوا بتقاتلوا لحد اخر لحظه، يمكن شفنا ده كمان بالذات في الكوارتر الثالث والرابع. بشكرهم جدا على الكلام الحلو اللي هم بيقولوه، يعني نقلا عن حضرتك زي حضرتك ما قلتي بدانا الجيم بشكل وحش النهارده، خطلبت تايم اوت، قلت لهم خلاص هنخسر الجيم ما في عنديش مشكله خالص، بس اخسر وانا راجل، اخسر وانا بقيت لغايه اخر دقيقه ما عنديش مشكله خالص. الحمد لله رب العالمين مشينا في الكوارتر الثاني والثالث كويس، الكوارتر الرابع اخر خمس ست دقائق نتيجه خبرات لعيبه، نتيجه وجود محترف، نتيجه نادي الاهلي بيضم اجمد سكواد في مصر من وجهه نظري طبعا مع نادي الاتحاد السكندري، هما الاثنين يمكن اجمد اثنين قوام فرقتين موجودين في مصر. فكون ان الفرقه تلعب، هنقول هنكنسل اول 10 دقائق وهنكنسل اخر 3 4 دقائق، نلعب 27 دقيقه 28 دقيقه قدام النادي الاهلي في صاله النادي الاهلي، الحمد لله الحمد لله. موضوع والله موضوع بيجي بعد تعب وبيجي بعد جهد وبيجي بعد مذاكره كتير وكلام كتير. ف بشكر لعيبتي تاني، بشكر لعيبتي جدا جدا، انا من غيرهم يعني هم اللي بيشتغلوا، هم اللي بيتعبوا، هم اللي بيموتوا في الملعب، فبشكرهم من خلال قناه النادي الاهلي، بشكر الكباتن في استوديو على الكلام اللي بيقوله على فرقه نادي سبورتنج، وبشكرهم كمان الكلام كان اتقال قبل كده في دوري المرتبط مش دلوقتي بس، بشكر كل الناس الموجوده في الاستوديو اللي هم متابعين نادي سبورتنج وبيتكلموا عن نادي سبورتنج بالشكل ده. كابتن وائل، خليني اروح لحضرتك لنقطه كده يمكن اتكلمت عنها وهو عدم وجود محترف في صفوف نادي سبورتنج، يعني عايز اعرف من حضرتك ايه سبب عدم وجود لاعب محترف في صفوف الفريق؟ والله ده كان بالاتفاق مع مجلس الاداره في اول السيزون، قالوا ان احنا كده كده غالبا مش هنخش في المنافسه قوي في التوب فور او مثلا ان انا العب فاينل او حاجه، فان احنا عايزين نبدا نصعد شويه ناشئين نستفيد منهم. فطبعا وجود محترف بيدي، لو جبت مثلا محترف جارد في بوزيشن 1 او 2 او 3 ما كناش النهارده هنشوف سليم العيسوي، ما كناش هنشوف يوسف رفعت، ما كنا هنشوف مش هنشوف عمر بهاء، مش هنشوف احمد ياسر ريحان، كل دي اسماء بقولها لك بيلعبوا بوزيشن 1 و 2 و 3، يمكن الكباتن في الاستوديو يكونوا ملمين اكتر بالموضوع. فالحمد لله يمكن ان يعني الموضوع جاب نتيجه ايجابيه، لعيبه صغيره بدات تطلع، فهو كان اتفاق ما بيني وما بين اداره النادي ان احنا مش هنجيب محترف، عايزين نجهز فرقه للسنين اللي جايه، والحمد لله ماشيين على الطريق الصحيح وربنا يكرمنا ان شاء الله بقيه الموسم. كابتن وائل، واحد طبعا من نجوم كره السله في مصر، بشكر حضرتك جدا وبالتوفيق دايما ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك، شكرا جدا للكباتن في الاستوديو، ميرسي جدا لحضرتك. يمكن ده كابتن هيثم كان لقائنا مع مدير الفني نادي سبورتنج كابتن وائل بدر، والان العوده مره اخرى للاستوديو. سالة حامد مراسلتنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا الحقيقه، انت وكريم اديتوا يعني النهارده تغطيه مميزه الحقيقه من ارض الملعب من صاله الامير عبد الله الفيصل، وده كان اللقاء كابتن وائل بدر مدير فني نادي سبورتنج، وواضح طبعا انه يعني مدير فني صاعد وليه فكره، ونتمنى التوفيق لكل فرقه مصر، وفي الاخر ده بيكون لفائده منتخب مصر. خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع ضيوفنا تحليلنا لمباراه الاهلي وسبورتنج، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد كابتن اسلام، معلش كنا قاطعينها حضرتك قبل الفاصل عشان او اللقاءات، عشان كنا طبعا مهم نسمع اللاعبين والجهاز الفني بيقول ايه موضوع الجمهور. كنا موضوع الجمهور، بس احنا عايزين يعني نروح لحته ثانيه كنت بتقولها في الفاصل عن لما كنا تعادل 55-55. السيف النهارده يعتبر نجم المباراه، يعني برؤيتنا كلنا هو فعلا من احسن النجمات اللي عملها سيف. حته من 55-55 دي ان سيف جاب 12 بونت، ركبونا الجيم فرق 10 بونت منهم 6 بونت ورا بعض. يعني سيف من اول كوارتر اصلا تمام، يعني الحمد لله فريق عمل البرنامج بيجهز لك حتى الستة بونت اللي انت بتقول عليهم ايه، او ده يمكن اللي جابه سيف طول المباراه. ده اللي جابه سيف طول المباراه. الكوره دي فاول كاونت المباراه على فكره، بس هي لا لا انا اسف، دي من اول 55 يا جماعه صح؟ من اول 55 ال 12 بونت ورا بعض اللي هو جابهم. اتفضل يا كابتن اسلام. بس هو سيف من اول كوارتر هو استلم كور كتير تحت الباسكت وبيخلص انسايد وفيهم كور كاونت وامور كتير، بس هي القصه كلها في فينش الجيم، احنا بنتكلم في فينش الجيم وده مهم. ان فاضل 7 دقايق والجيم ايكوال. فجود جاب منه عالي لانه نقلنا من 55 نقلنا ل 61 ونادي سبورتنج ده ما يحصلش الا لو في قمه تركيزه. صحيح، فبرافو عليه، حبيت احييه وحبينا نذكر الحته دي.
لانه استحق بصراحه الاشاده بيه النهارده لانه عمل جيم هايل يعني. هو المفروض يستمر على كده لان هو من احسن. انت دايما مؤمن بيه يا كابتن سليم. من احسن، انا في رايي انه من احسن لعيبه الارتكاز، لازم يهتم بنفسه شويه ويهتم ويفضل على هذا المستوى، ما يبقاش مباراه ومباراه، لان انت من احسن الناس اللي في المركز. لا ده كمان بيبلغوني طبعا 8 نقط ورا بعض لغايه 63، يعني وصلنا 63 55 8 نقط حاططهم صفر ورا بعض، يمكن دول خلصوا الجيم بشكل خلصوا الجيم بشكل كبير. 8 نقط ورا بعض يا كابتن سلام. وده دايما انت بتقوله على طول. لا لا، هو النهارده عمل مباراه كويسه جدا، وايهاب كويس، والجمال يعني في في ناس كانت كويسه يعني، هو طول المباراه كويس، في ناس كانت على فترات شويه. نعم بس يا كابتن برضو يعني برضو انت يمكن عشان قريب يعني احمد سلعوي ابنك طبعا وانت كنت ملمسه الفتره اللي فاتت قريب منه، يمكن تعرض برضو لحاله نفسيه صعبه يعني عشان مصاب، والولد يعني كل مره ما يرجع يلعب يحس ان الاصابه بتعطله. كلمنا عن الفتره الصعبه اللي عدى بيها احمد سلام. هو الفتره اللي كانت صعبه جدا جدا بالنسبه ليه هو، لان هو كان في وقت من الاوقات في يعني رقم واحد، يعني قريب من رقم واحد، رقم واحد في مركزه كده، اتعرض في مباراه الاتحاد ل يعني جات له زي القرحه في الركبه زائد قطع في وتعمل، والقرحه زادت بقت 5 في 5، وبعدين بعد كده عمل عمليه، وبعدين في حاجه فكت في الخياطه فعمل واحده تانية، ورجع بدا يرجع يتمرن برضه، حس بتعب الدكتور احمد قال لا لازم تاخد حقن كده، فالحمد لله يعني. بس هو نفسيا دلوقتي احسن، طمنا عليه في اللقاء احسن بكتير، وبعدين جات له فتره خد فيها برضه كورونا، فقال يعني الحمد لله هو بقى له فتره ملتزم مع الفرقه وبيتمرن الحمد لله، ربنا يكرمه ويرجع في احسن فورمه يا كابتن سلعاوي. انا كنت بس عايز اقول حته عجبتني جدا في قناه الاهلي، ان هي جابت مدرب نادي سبورتنج. صحيح طبعا احنا وقبل يعني كده برضه يعني جابت مدرب مرعي كان كابتن فدي برضو حته بتمثل الرقي بتاع القناه، ان احنا كل ذو حق يعني مفيش اي مشكله، ونشيد باي حد طبعا لقناه النادي الاهلي، ودي اخلاقنا. كابتن اسلام يمكن اجي لك برضو، انت بحكم ان انت راجل مدرب الشباب وعارف طبعا مجريات الامور، انت شايف النادي الاهلي محتاج ايه الفتره الجايه عشان يبقى اداء ثابت طوال المباراه، ما يحصلش ان احنا شوط فوق وشوط تحت، محتاجين ايه؟ كلها نواحي مش فنيه يعني، كلها نواحي نفسيه ونواحي يعني. انا شايف ان الجزئيه دي كبار الفرقه وكباتن الفرقه ليهم دور كبير قوي 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 قوي. انا مش عايز اذكر اسامي سواء في الفرقه او في فرقه تانية، ولكن الموضوع اللي بنتكلم فيه ده اصل الباسكت يعني كابتن اشرف يعني استاذنا كلنا، واكيد مدي شغل باسكت اوفنس وديفنس، انما حته الثبات الانفعالي، حته الجديه اللي على طول الوقت صحيح. مش سطر وسطر، دي كباتن الفرقه، دي كبار الفرقه صحيح. دي هلا مو ما كابتن يعني الحمد لله النهارده كسبنا والف مبروك. مبروك طبعا، وهو يعني عايز اقول ان هو فوز متوقع يعني، ممكن يكون في تذبذب في الـ في الـ على مستوى الاربع كوارتات، لكن بشكل الحمد عام كسبنا الحمد لله. معلش يا كابتن هو طبعا الوقت مر سريعا، احنا عندنا كثير وانتم طبعا ما شاء الله في حقيبتكم في كره السله كثير وكثير، لكن وقتنا عدى. انا عايز بس عندي احساس ان شاء الله احنا هنعمل مباراه كويسه جدا في اسكندريه، وحاسس ان احنا هنكسب المباراه دي ان شاء الله. كابتن سلعاوي ان شاء الله بشكر لك، شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني يا كابتن، والف مبروك نادي الاهلي النهارده. بالف الف مبروك، ونشكر اللي تواجدك معانا، وانت راجل اعلامي متميز يعني، ربنا يوفقك في اكتر من لعبه، والناس كلها اللي بتقول كده مش احنا. شكرا يا كابتن، ربنا يخليك، دي شهاده اعتز بيها. كابتن اسلام علي نجم نادي الاهلي منتخب مصر، بشكرك وبالتوفيق بكره ان شاء الله. تسلم يا كابتن اسلام، دعواتكم ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ده كان ليله سعيده على الاهلاويه، زبرنا لحضراتكم الكثير من الانتصارات، وكان ختامها مسك، الاهلي فاز على سبورتنج 79-70. انتظرونا ان شاء الله بامر الله بعد بكره في حلقه جديده من الابطال. شكرا جزيلا.